اي هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون تمام. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم انا دائما انتي هيك بدايه كل فيديو لازم. اليوم انا مع رفيقتي ليمار. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، قبل ما اقول لكم كل شيء لليوم، لان اليوم حنسوي انه كثير اشياء، وكمان حنحكي ونشرح لكم كل شيء بخصوص القناه رح نسويه، لانه بالفيديو اللي نزلته على قناتي روحوا شوفوه. شو اسم قناتك؟ ليمار فلوكس. اوكي، وهلا حنشرح لكم اكثر بخصوص القناه، لانه بهذاك الفيديو ما كثير شرحنا. وانت قولي. المهم انه حنشرح اكثر، خلاص عادي منيح بكره، انه حنشرح لكم اكثر ونقول لكم شو رح نساوي، حتكون عن شو، وحنكون مين حيكون بالقناه او مين رح يكون هو تبع القناه. وهلا حطوا لايك، وشو كمان؟ شير وسبسكرايب وكومنت وكل شيء بالدنيا، وجرس مشان يوصلكم كل جديد نحن بننزله. وشير اعملوا هذا الفيديو مع كل اصدقائكم. طبعا ما هلا وصلوا، يعني ما له 10 دقائق. طبعا مشان لكم نحن ما بنطلب السبسكرايب، بس مشان يعني نحن هيك ما بعرف شو يعني بيسموها. نحن كمان بننزل كل هالفيديوهات مشان خليكم تنبسطوا، كل شيء انتم عم تطلبوه منا عم نساوي. يعني نحن ما عم ننزل انه بدنا سبسكرايب وبدنا لايكات، لا، انتم عائلتنا بدنا اياها تكبر، وتحطوا لنا لايكات وسبسكرايب، ويعني وحتى اشتركوا بقناتهم ال 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 فيست. وش كمان قناتك؟ شو كان اسمها؟ ما ليمار فلوكس. ليمار فلوكس، وبليز يعني اشتركوا كثير بقناتهم ودعمونا ودعمون. وهلا يا حنحكي شوي انا وياهم، اولا بخصوص القناه، ثانيا مين حيكون هو بالقناه ومين رح يعمل كل الفيديوهات، وراح يعني انا وليمار حنشارك وحنكون نحن اللي عم نصور الفيديوهات وكل هذا الشيء. المهم اول شيء ليمار، من شوي قلت ونحن كنا انساء عم نفكر. هاي اختي، قصدي اختي واخوي. تعي قولي لهم شو بدك تكوني معي. خلص ما حدا حيقع. تعي يوم اللي مار انا عندي، قصدي شو كان اسم ليون. اوكي انت من؟ اوكي المهم انا هلا بدي استمر الحديث، لان انت جريتي زياده يعني. اوكي سكت الباب. ميا سكت الباب. اول شيء حنعمله نحن لسه ما خططنا الاسم، وان شاء الله ما نخططه على القريب، بس انتم اكتبوا لنا كمان اسماء ونحن نخطط. اذا اسرعتوا وكتبتوا بيكون اذا كتبتوا التفاعل اكثر، واحد بيجي عليه لايكات من الاسم اللي انتم كاتبينه حناخده ونحطه على القناه، لانه حيكون ويمكن. واذا ما عملتوا تفاعل زياده نحن بدنا نختار الاسم اجباري. ايه هو هذا الفيديو عملناه شوي، حنحاكيكم كمان. هذا القناه اللي حنسويها حتكون الاساس، حتكون الاساس انا وليمار، يعني انا وليمار تبعيت القناه، وليان كمان. انا دقيقه، انا هلا فهمت كل شيء. انا وليمار حنسوي كل الفيديوهات، بس مين حيشاركنا بالفيديوهات؟ اخواتنا، يعني اخواتنا ليان وليمار وميار وليان وهند. بس نحن انه تبعوت القناه يلي ممكن بجوز اوقات نحن المهمين او الاساسيين تبعوت القناه، انا وليمار. شو بك انت نايمه نعسانه؟ اما الصغار او الاخوات او الصغار واخواتنا، لأن صغار واخواتنا ممكن ما دائما يطلعوا معنا، بلكي شي يوم هي اجت لعندي او انا رحت لعندها ممكن اصور لحال، بس المهم الاساس نحن الاثنين واخواتنا كمان، انه يعني ليان وهدول، بس انه نحن تبعوك القناه وانتم اكتبوا لنا اسم. هلا احكي انت ايش بدك اياه. هي ارمي عاشقه بشيء اسمه بي تي اس، ما بعرف ليه ليكو ليك. يلا احكي انت شيء. وطبعا القناة حتكون عبارة عن شو مثلا؟ حنسوي فيها كل شيء. كل شيء منوعات. ما في شيء ما حنزود بخصوص الأكل، بخصوص التحديات، بخصوص الشواهر. حنزود أكل شوية. بخصوص الشواهر. يا بخصوص الأكل وبخصوص التحديات. حنزود بالأكل، يعني نحن فجعانين. يا حنعمل كثير تحديات، مثلا حنعمل يوم كامل بهذا اللون، أو نشتري أكلات، أو نعمل تحديات لأندوم التحدية، وكمان حنعمل منوعات، نشتري أشياء وسلايمات وهيك. شو كمان؟ ونحكي سوا ونفرجيكم اشيائنا، واذا طلعنا كمان فلوج نعمل فلوج. ايه اذا رحنا على الاوتومول ممكن. ايه يعني خلص امتى حنفتحها ان شاء الله؟ حنفتح يمكن اليوم، يمكن اليوم ابتدى هذا الاسبوع، يعني اكيد ان شاء الله حتكون مفتوحه، يا اليوم يا بكره يا بعده يا مشان هيك
انتظرونا عن قريب، يمكن هلا نفتحها، يمكن هلا نفتحها يعني بقى. اذا فتحناها هلا، اذا فتحناها هلا حيكون رابطه بالوصف يعني. اذا نزل اذا فتحناها هلا بكره بسوي فيديو انا بحاكي ريمار مشان لكم شو الاسم تروح تشتركوا فيها، وما حنسوي فيديوهات. اذا فتحناها هلا ممكن نحط لكم رابطه بالوصف، وهيك انا وليمار بتكتر بنشوف بعض اكثر، لانه حصير في قناه بيناتنا انه ممكن نقنع الاهل كل يوم نشوف بعض او كل يومين. نحن هلا تقريبا كل اسبوع كل ما نشتاق لبعض نشوف بعض يعني، مو كل يوم يا يعني، ممكن يمكن بالسينما اشتاق لها. اه بمزح بمزح، بس المهم لا هي اليوم رخوة تماما. على فكره اللي ما بيعرف نحن صحبه زياده عن اللزوم، نحن من امتى نعرف بعض تقريبا؟ او تقريبا على فكره نحن نعرف بعض اكثر من 5 سنين. انا اذا لاحظوا يعني انا كثير كثير بعرفها لليما من زمان. قولوا لي شو رايكم باللبس تبعي وباللبس تبع ليمار؟ تبع ليمار على فكره كثير عجبني، وانا هذا تبعي هيك مثل عليه كله خضار خضار. ليك شو عم بيساوي لي اخوي؟ ما يقول لي انا مو انت بس قاعدين عم بيحكوا مع بعض. انا؟ لا مين؟ هاي اسمها هند. ليك ومين؟ اوكي اه شو كمان رح نحكي؟ نحن كثير حكونا عن تحديات حلوه، لانه نحن هلا في كثير افكار ببالنا، حتى التحدي لو عاملينه حنعيده كثير. شو كمان ممكن مثل شو حنعمل تحديات؟ لغات. طيب هلا على التحديات ممكن لغات، يعني لغات مين بيعرف اكثر لغات؟ وممكن نعمل تحدي المكياج اذا كان في مكياج، يعني هيك اشياء كبار. وممكن نعمل تحدي انه نضل بنفس اللون يوم كامل. تحدي اكل اكل اكل، يعني القناه ما رح تكون الي باسمي ولا رح تكون الها باسمي، حنكون اثنيناتنا يعني بدنا نعمل كلياتنا كلياتنا يعني. اوكي نحن عم نقول هيك عشان ما يزعل بس هون. ايه انه نحن بدنا نسوي اسم القناه انه يكون باسمائنا كلنا، مو باسمي مثلا ماريا ستارز او هيك، بدنا اثنيناتنا ماريا ستارز. متقلديني ولسه؟ اوكي المهم يعني حتكون كتير حلوة. حنعمل كيف اللغات، بس هي وحدة تقول لي كلمات كورية ولازم أعرفها بالعربي، وهي عاشقة شيء اسمه كورية مثلا بالياباني بالياباني أو هيك وهيك وهيك، ولازم تعرفون. وأنت احكي هلا صار دورك، أنا حاجتي قرح هلا عم يوجعني ده هالشي. يلا أوكي المهم إنه نحنا اختصار كل الموضوع حنسوي قناة لسه ما بنعرف شو بدنا نسميها، تفاعلوا معها، حنكون كلياتنا موجودين فيها، وما في وقت ابدا لننزل فيها، يعني ممكن باي يمكن ننزل فيديوهين باليوم نفسه. وان وان نحن بنروح على محل اسمه انت مول بنلعب، هيك حسوي لكم كثير فلوجات حلوه ان شاء الله. طيب هيك خليها اكتب بعد ما ادري ايدي سوري الكاميرا عم توقع اللي وين مسكتين. يلا رجعي لورا مشان يلا كمل رجعي لورا كمل ايه اوكي ان يلا اوكي نو وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلاقي تفاعل بقناتنا، نلاقي تفاعل بكل القنوات اللي عاملينها، ان احنا في كثير كثير قنوات يعني فوق ما تتصوروا. قناه ماريا قناتي يعني انا قناتي انا قناتي بيعتبرها قناه ليمار، لانه ليمار يعني مثل اختي تقريبا او يعني صح 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 يعني يا وحنعمل كمان القناه الاجتماعيه هاي اللي بيننا كلياتنا نحن، وممكن ان شاء الله يعني بس انه انا قصدي انه وانتظروا منا كثير فيديوهات حلوه. شو قصدك انه عندنا كثير قنوات زياده على اللزوم؟ نحن هلا ما نفتح القناه عباره عن فيديوهات بي تي اس. نحن ليش حابين نسوي هذا الفيديو؟ نحن ما كان تفكيرنا في اي تحدي، بس ما دام انه في فرصه وهي اجت خلص بنحكي لكم بخصوص القناه، بنحكي لكم بخصوص القناه وبنحكي لكم شو رح نسوي. وهي قاعده عم تغني طبعا كالعاده بي تي اس. المهم انت شو بتحبي من بي تي اس؟ انا جيمين وانت جيكي جانكوك. هي جانكوك صح؟ هي بتحب كوكيز وانا بحب جني. او ماي جاد ام سوري. يعني كل بحب بي تي اس عن جد كثير كويس على فكره، وكثير شاطرين وكثير بيعملوا اشياء حلوه صح؟ يعني مثل شو؟ لاف يور سيلف.
ما بتعرف هالشيء؟ اوكي ما بعرف، انا ما كثير بحبهم، بس علموني ادخل ارمي تكون جيمن وانا وافقت بس مشان هاي وجوانا. بتعرفوا جوانا؟ جوانا بقناه ال ال ذا بيست كانت تطلع معنا لما سوت لما سوت الايس كريم. الايس كريم هاي بالليمار فلوكس بالليمار فلوكس، لازم تشوفوا اشتركوا بالقناه هاي، لازم تدعموها وانا ادعموني اكثر. انا ما عندي دعم ابدا، 4 مشتركين احمد ربك. انا عندي المهم انتم متفاجئين مننا، نحن معنا كثير سبسكرايبرز بس انه عادي، نحن لساتنا اصلا لسه مغرورين بنفسنا. ايه ونحن اصلا لسه مبتدئين، هلا لسه مبتدئين نعتبر باليوتيوب. يعني بالله عليكم كيف اليوتيوبر الكبار كيف صاروا؟ طبعا لساتهم بيصوروا بكاميرا ما كثير لسه بيعرفوا يصوروا، ما كثير انا كبرت ولا فاتوا على كانون ولا كانون سوني كوداك ولا فاتوا على اليوتيوب هيك متعلمين بنفسهم. يعني انا عصبت بمزح، بس عن جد كل يوتيوبر كويسين وكلهم، وان شاء الله كل اليوتيوبرز بيكونوا لسه اشتراكاتهم قليله يصيروا مليان. كل اليوتيوبر يلي مثلنا اشتراكاتهم قليله ان شاء الله بيصيروا اكثر. يعني ان شاء الله نحن هلا عم نبلش الحمد لله يصير اكثر، وان شاء الله كمان يلي ما عنده كثير سبسكرايب او لايك يعني ان شاء الله كمان بيكون عنده. بدك تنهي الفيديو ولا شو؟ نحن كثير عطيناكم دقيقة يلي ارمي يكتب تحت بالكومنت ومين بتحبه كمان. اوكي باي سكول، بس ما حدا يقول جون كوك لانه بتذبح. يلا حتى لو كان يعني حتى لو كان باي مكان لما عرف توصل له. وتايلون كمان كمان تايلون، انا تايكوك الماني بس جون كوك كمان تايكوك، بس اول واحد جون كوك بعدين تاي بعدين جين. حنحط الصوره تبعيت القناه حتكون كثير حلوه تايكوك حتكون. تعال نعمل صوره للقناه. اوكي انا مسخره دقيقه. اوكي ما عم تضبط ابدا، خليني اوقف. اعملوا لنا سكرين شوت ونشروها ان شاء الله، بنحط لكم نعمل حساب سناب شات او شيء. يا حنقول لكم حنحط لكم حساباتنا على الانستغرام والسناب شات بالقناه الجديده تبعتني انا وريما، مو تبعتنا تبعتنا. اوه شعري وباي انساي من اللي سنهار عرفتيني انساي. ماما ماي يلا باي وباي انا ماشي ليك. يلا باي يا جان كوك يا كوكيز يا كوكيز كوكيز. هاي جيني خلصي جيمن جيمن ام سوري جيمن، ما انا اساسا شايف الفيديو من كثر ما انا مشغول. خلصي جيني باي، هاد الفيديو كثير طويل بس كثير عرفتوا كثير عرفتوا اشياء على القناه واستفدتوا صح؟ باي استفدتوا من جر ماريا وباي.